تعلمون بأنه ومنذ اللحظة الأولى التي ابتدأت فيها إرهاصات ما نراه اليوم من اعتداءات تجري على المدنيين في قطاع غزة، وسيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المفدى يحفظه الله يسعى جاهدا إلى التحرك في إطار منسق لبلورة جهد دولي يستهدف بالدرجة الأولى إيقاف هذا العدوان على المدنيين في أهلنا في قطاع غزة. وفي هذا الصدد يقوم جلالة الملك الآن كما تعلمون في زيارة لأربعة عواصم أوروبية، للمملكة المتحدة لندن، ثم إلى روما وإلى برلين، ويختتمها في باريس، فضلا عن الاتصالات التي أجراها جلالة الملك مع مختلف زعماء العالم خلال الأسبوع الماضي لبلورة موقف دولي كما قلت وأسلفت يستهدف عمليا إلى وقف هذا التصعيد، إلى وقف هذا العدوان المستعر والمتصاعد على المدنيين من أهلنا في قطاع غزة، ويستهدف أيضا ضمان تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحيدة على ما يجري في غزة وعلى أهلنا في قطاع غزة، وهذا في إطار التشديد على ضرورة حماية القيم الإنسانية المشتركة وحماية المدنيين الأبرياء الذين يواجهون جحيم الحرب ولا يجدون اليوم ملجأ أو طعام أو غذاء أو مستشفيات لأطفالهم وجرحاهم. الصمت ليس خيار مقبول على ما يتعرض له أهل غزة من حرب وتدمير ممنهج، لأن هذا يشكل صمت على عدوان يجرد أهل غزة من إنسانيتهم وحقهم الإنساني والقانوني في الحماية، وصمت على خروقات إسرائيلية فاضحة للقانون الدولي. المجتمع الدولي يتعين عليه بالقطع أن يتعامل مع الحرب على قطاع غزة اليوم وفق معايير محددة، فيدين قتل المدنيين الواسع النطاق لأهلنا الفلسطينيين مثلما هب وقام بإدانة قتل المدنيين الإسرائيليين، لأن الضحايا المدنيون في المحصلة النهائية هم ضحايا أيا كانت هويتهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم. المدنيين الفلسطينيين ليسوا أقل إنسانية من غيرهم، يتعين حماية المدنيين ويتعين أن توقف إسرائيل سلوكها الرامي إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وضغطها على أكثر من مليون غزي بالاتجاه من شمال قطاع غزة إلى جنوب قطاع غزة في الوقت الذي تشتد وتستعر فيه حربها على قطاع غزة، فيما يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي ومنظومة قوانين الحرب برمتها. هذه ثوابت أساسية في الموقف الأردني التي كان منطلقها على الدوام وعبر سنوات مضت الإدراك الكامل والوعي لجلالة الملك وللقيادة الأردنية بأن غياب الأفق السياسي الرامي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في سياق حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي إطار يلبي كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمصالح العليا والحيوية للدولة الأردنية، هو الحل الوحيد الذي من شأنه أن يضمن سلاما واستقرارا في هذه المنطقة. هذا التحذير وهذا التنبيه وهذا الإدراك المتواصل والسعي الذي واكبه لجلالة الملك دوما على امتدار مسار سنوات مضت يثبت مرة أخرى بأن إهماله يؤدي بنا إلى ما يؤدي من تصعيد ومن عدوان ومن اعتداء يعيد إنتاج دائرة ودوامة العنف دون أن نصل بها إلى نهاية تضمن الاستقرار والأمن والسلام لهذا الإقليم ولكل شعوبه ولكل دوله. بالقطع هناك رفض أردني واضح لأي إجراءات أو خطوات تقود إلى أي نمط من أنماط التهجير القسري لأهلنا الفلسطينيين في غزة أو في الضفة الغربية أو أي من المدن والقرى الفلسطينية في غزة أو الضفة الغربية. هذا بالنسبة لنا خط أحمر، وندرك تماما بأنه سيدفع المنطقة برمتها إلى صراع أعمق وأوسع، وبالنسبة لنا فهذا أمر مرفوض وغير مقبول ويشكل خرق فاضح لاتفاقية جنيف الرابعة ولمنظومة القوانين التي تحكم إدارة العمليات الحربية والواجبات الملقاة على عاتق قوة الاحتلال في هذا الصدد. تعلمون بأن جلالة الملك بادر مباشرة إلى الإعاز والأمر بأن ترسل مساعدات إنسانية لأهلنا في قطاع غزة،
واستجابة لذلك كانت أول طائرة مساعدات تصل إلى مطار العريشية طائرة مساعدات أردنية أرسلت بالتنسيق مع الجانب المصري، ولا تزال تنتظر الآن في وحدة الهلال الأحمر المصري إلى أن بإذن الله تتكلل الجهود التي نحن جزء منها والتي يسعى جلالة الملك إلى بلورتها إلى إدخال هذه المساعدات الإنسانية المتواصلة إلى أهلنا في قطاع غزة. طائرة من سلاح الجو الملكي هي التي حملت هذه المساعدات إلى العريش المصرية بالتنسيق مع أشقائنا في مصر ليصار إلى إدخالها إلى أهلنا في القطاع. الهيئة الهاشمية الخيرية للإغاثة تقود هذا المسعى وهذا الجهد، وأشدد هنا على أن أي تبرعات نقدية أو عينية من قبل أي من المواطنين أو الهيئات أو المؤسسات ننصح بأن توجه عبر الهيئة الهاشمية الخيرية للإغاثة لنستطيع أن نقوم بجهد منظم لتقديم المساعدة الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة. أيضا بناء على أوامر من جلالة الملك المعظم بعدما نراه من مما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة من كوارث إنسانية، نما إلى علمنا بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين توجد عجوزات فيما يتعلق بتمويل عملياتها في قطاع غزة، فبناء على أمر سيدي صاحب الجلالة الهاشمية بتخصيص 3 مليون دينار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتمويل هذا العجز في الميزانية، ونأمل أن تحذو دول أخرى حذونا ونحن على قلة إمكانياتنا المادية في تجسير هذه الفجوة الضرورية والأساسية والحيوية التي يحتاجها أهلنا الصامدون في قطاع غزة. أيضا أشكر المجلس الكريم اليوم على الموافقة على تنسيب معالي وزير الصحة بتخصيص معدات طبية وأدوية لأهلنا في قطاع غزة وفلسطين بقيمة 500,000 دينار أردني، وسنستمر في تأطير هذا الدعم الإنساني، وسيستمر المستشفى الميداني الأردني في غزة في التواجد في مكانه، رغم أن المستشفى الميداني منذ حوالي 6 أو 7 أيام لم يستطع أن يقدم خدماته إلى المرضى بفعل الظروف المحيطة به وبفعل عدم إمكانية وصول الكثير من المرضى إلى هذا المستشفى الميداني. فالمستشفى الميداني الموجود في غزة منذ ما يقرب من 20 سنة، المستشفى الميداني العسكري موجود، كوادر المستشفى الميداني العسكري في غزة موجودون في مقر المستشفى الميداني العسكري في غزة، وحالما تسمح الظروف بأن يقدموا خدماتهم لأن في قطاع غزة وأن تصلهم الكثير من الاحتياجات الطبية التي يتعذر وصولها الآن، فأنه سيقدم خدماته التي قدمها ويقدمها على امتداد ما يقرب من 20 عاما الآن. فهذا المستشفى سيبقى قائما وشاهدا على الالتزام الأردني دائما بتقديم كل المعونة وكل الإغاثة لأهلنا في قطاع غزة، ونطالب نحن جميع الأطراف الفاعلة في هذا الصدد بالالتزام بأحكام القانون الدولي التي تحمي المنشآت الطبية والمنشآت الصحية والمستشفيات في مثل هذه الظروف، ونتوقع من كل الأطراف الفاعلة بأن تحترم سلامة ونبل المهمة الإنسانية التي يتصدى لها هذا المستشفى وكوادره العاملة في قطاع غزة منذ ما يقرب من 20 عاما. هذه مرتكزات أساسية اليوم يسعى جلالة الملك إلى تحقيقها، إلى وقف هذه الدوامة من الاعتداءات ومن القتل ومن العقاب الجماعي التي يتعرض له أبناء قطاع غزة، التركيز والتنبيه على ما نبه عليه وينبه عليه جلالة الملك دائما ومنذ سنوات على أنه بغياب الأفق السياسي الذي يتوج بتجسيد حل الدولتين فإن المنطقة دائما ستنتقل من تصعيد إلى تصعيد إلى توسع في التصعيد، ولن تنعم هذه المنطقة ولا شعوبها ولا دولها بأي قدر من الاستقرار المستدام الذي يفضي إلى إنتاج تعاون إقليمي وتحسن اقتصادي ومعيشي مستدام لمنطقتنا. مرة أخرى أي تهجيرات قصرية للسكان تشكل خرقا لخط أحمر أردني وعربي، وهذا أمر غير مقبول، فضلا عن أنه يشكل في أعراف قوانين الحرب جريمة حرب، والمسعى باتجاه أن تتوقف هذه الأعمال وهذا العدوان والأعمال العسكرية الدائرة به
وحوله لنتمكن من فرض ممرات إنسانية إغاثية وإعادة إنتاج هذا الأفق السياسي الذي بغيابه فإننا سنظل في حلقة مفرغة قوامها الانتقال من دوامة عنف ثم تهدئة ثم عنف ثم تهدئة وهكذا دواليك. نحيي دائما أهلنا الذين نقول لهم بأن لهم المساحة الكاملة في التعبير عن كل التضامن بإزاء الكثير من المشاهد المروعة التي نراها مما يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة اليوم من مدنيين، ونقول لهم بأن مساحة التعبير هذه متاحة دائما وستظل متاحة دائما، مع مرة أخرى التجديد على أن مسؤوليتنا كدولة في حماية مواطنينا بالدرجة الأولى تستلزم بأن لا تتواجد مثل هذه التجمعات والحشود التي تمتلك هذا الحق والواجب ربما في التعبير قرب أي مناطق حدودية، وذلك حفاظا على سلامتهم، لأن المناطق الحدودية دائما بها قواعد اشتباك تختلف عن الأطر الضابطة والناظمة للتظاهرات والتجمعات التي تمارس حقوق التعبير إلى مدياتها الأوسع، ومع الاحترام الضروري والذي نوقن بأنه يتوافر لدى كل مواطنين بعدم الاعتداء إطلاقا على الممتلكات العامة والخاصة أو التواجد المستمر والكثيف في أماكن تعطل سيرورة الحياة وهي محدودة للغاية.